متابعين أصدقائنا المشاهدين رحلة يوم جديد أكيد مباشرة عبر الأو تي في محطتنا هلأ مع فاطمة الأسعد في الليني التشكيلية. بدنا نحكي نحن وفاطمة كيف فينا نعطي ولدنا الفن، كيف من خلال هالفن منقدر ننسي ظروفه والمرحلة الصعبة يلي عم نمرق فيها. صباح الخير لك فاطمة، أهلا وسهلا فيك. بونجور لكم جميعا، بونجور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فاطمة. عم نحكي كيف فينا نهتم بطفلنا من خلال الفن التشكيلي، من خلال الفن بشكل عام، لا سيما الفن التشكيلي. كيف فينا نظهره من الظروف يلي هو عايش فيها من خلال هالفن؟ كيف فينا ننسي الصعوبات يلي عم نمرق فيها؟ تفضلي الكلمة لإلك. اكزاكتلي نحن اللي بنشهده بالايام الاخيره ظروف كثير صعبه من حيث المرض او الظروف المعيشيه. سو بنلاقي طفلنا مقصر. كيف مقصر؟ اول شيء هو انحبس بالبيت. بهيدا مفهوم انحبس بالنسبه له كثير، يعني الكلمه متداوله، ولكن عندها كمان ايجابياتها. طيب بكل بيريود تعول الكوفيد 19، بعدين اجت الظروف الصعبه اللي هي على العيله، لكن هون الطفل شو صار فيه؟ وصلته كل هالمشاكل بالانديريكت من مين؟ من العائله، من الاب من الام، اللي هن اوريدي عم بيمرقوا بظروف كثير صعبه. فنحن باللاوعي تبعنا عم نعطي هالنيجاتيف انرجي، هالاشياء مش منيحه بالطريقه غير مباشره لطفلنا. يعني صار طفلنا متاثر كثير بالوضع اللي نحن عم بنعيشه، وهيدا عم بياثر له على كل شيء، يعني حتى جسديا صار الطفل عم بيتاثر. كيف عم بيقضيها مثلا؟ هيدا بعدنا ما حكينا على العنف، لان في كثير اسر يعني العنف لاحق المراه ولاحق الطفل. سو هون في عندنا الطفل قاعد طول اليوم يا قدام الشاشه يا قدام بلاي ستيشن، ما عم بيعمل شيء. هون انا بنصح الاهالي اول نقطه وكثير مهمه، انه بليز 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 ما نفوت اطفالنا بصراعاتنا نحن. يعني الطفل هيدا طفل، يعني نحن لو كنا صغار دائما كنا نتمنى انه ما حدا يضايقنا، ما حدا، يعني تصوروا حالكم انتم في اطفالكم. يعني طفلنا لازم ان ملغي كل هالظروف الصعبه نهيئ له الجو على الاقل 70% ليقدر يسلك هاي المرحله بخير، لان في لها تداعيات كثير صعبه اذا نحن فوتناه بمشاكلنا وخبرياتنا اللي بنعيشها. هلا بالانكونسيونس بتصير كمان احنا علينا ضغوطات. اوكي، كيف فينا نتخطى هيدي الشغله؟ في عندنا الفن. الفن ما في اسهل وارقى منه، هو غذاء الروح. الفن كسوا الموسيقى، كسوا الرقص، الغناء، الرسم، هيدي احسن وسيله للكبار وللصغار، للاطفال، للرجال، انهم يتخطوا الصعوبات اللي بيعيشوها. نعم فاطمه، يعني اكيد عم بيجي لعندك عدد من الاولاد يلي عم بيعانوا من ظروف قاتمه، واكيد يعني عم تحتكي مباشره بها النوع من الاولاد. كيف بتحاولي تظهريهم من هالحاله اللي هن عايشين فيها من خلال الفن؟ كيف فيك تحببيهم اكثر بالفن؟ كيف فيك تطلعي منهم هالشيء يلي عم بيشكل لهم عائق جوا، من خلال يمكن رسمة، من خلال يمكن لوحة؟ هلا انت قلتي لي عدد، مش عدد، كل الاطفال اللي عم ترجع تجي، لان احنا وقفنا فتره، اللي عم ترجع تجي على الميزون دار، صار ميزون دار مثل ما بنقول مكب للاسرار لهالاطفال شو عانوا بهيديك الفتره. سو نحن بالارت ثيرابي، انا بالارت ثيرابي في عندنا من خلال الرسم فينا نكشف على هيدا الصغير شو هو من خلال رسمته، شو عم بيعاني كذا. في كثير انشطه تنعمل بالرسم تخلي الطفل يظهر من الحاله اللي هو فيه. زياده انا عندي هون بالميزون دار غير الرسم عم نعمل اشغال يدويه. الاشغال اليدويه كثير بتخلي الطفل يروح يمشي كمان يسهى، بيشغل ايده ومخ وعقله مثل الرسم نفس الشيء. وكمان عم بنكون انا عم بكون الام لهم، يعني ما عم بصدهم على شيء، عم بتركهم مثل ما بنقول ميزون دار عم بيكون فضاء لحتى يفشوا فيه خلقهم. لان بتعرفي الفن بحر شاسع جدا جدا، من خلاله في نعمل كثير اشياء، كثير اكتيفيتيز فيه، مش بس والله رسم قلم رصاص ورقه وخلص، نو،
في كتير اشياء تانية. ومن هنا بقول يعني بشجع كل الاهالي حتى اذا ما اخذوا اولادهم على دي سونتر لهي الاشياء، هن بالبيت يعملوا هيك جو لاولادهم. انا كمان عندي اولاد وانا كمان ملتزمه كثير وبخاف كثير، ما عم ندر على مطرع الا اذا رحنا على ضيعه او شيء، بس انا اولادي عم بحاول وجههم، عم بحاول اعمل لهم جو من خلال الفن انه نحن بدنا نتخطى هالشغله، وعم بنعيش جو عالم ثاني ليخليهم اتليست بيضلوا هيك شوي سالمين. فاطمة، يعني حضرتك سبقتيني، بدي أقول لك أنا هلأ أجواء كورونا، ويمكن في كتار من الأهالي بيخافوا يبعثوا أولادهم على محل ياخدوا فيه حيالله شيء مش بس فني، يعني نظرا لهالفيروس المستجد، كيف عم تتعاملي مع الموضوع؟ عم بيتعقموا الأطفال قبل ما يفوتوا؟ لأن احنا بنعرف واحد لا سمح الله بوشي عد المجموعة ككل، فيمكن مشان هيك هلأ الأهالي شوي خايفين من التجمعات، من أنه يبعثوا أولادهم حتى لو رايحين يمارسوا الفن بالنتيجة. صحيح، هوني أنا أوريدي شخص كتير بخاف، يعني تصوري من وقت اللي صار الكونفينمون أنا ما ظهرت على مطرح، يعني الناس اللي بعرفهم الأصدقاء وكذا بلهم بليز إذا بدنا شيء خلينا بالتليفون شو ما كان بالسوشيال ميديا، في كتير فينا نتواصل. سو أنا الحمد لله عاملة وقاية كتير كبيرة لإلي ولولادي. سو التلميذ بس يجي لعندي على الأتوليه في تعقيم من فوق لتحت من راسه لإجره، الكمامات للصغار أكيد ما بيحطوها بس يفوتوا. أنا باخد زمان كنت جروب دي جروب، هلا صار مثلا أوقات يكونوا اثنين رفقة اللي هن عم بيقضوا كل الوقت مع بعضهم، عم بيكونوا ساعتين بس لإلهم، مثلا اثنين رفقة إخوة. يعني أنا مقسمة التوقيت، ما عادش مثل زمان جروبس، نو خففنا العدد، والأتوليه هون كبير كل واحد بمطرح مع التعقيم كل شوي بالجو، والحمد لله يا رب. يعني صار لي فترة وبعدنا يعني متابعي، يعني كيف بدي أقول لك إياها، بعدنا على هيدا النسق. فاطمة، قد ايه الفن التشكيلي قادر يرمم النفوس؟ قد ايه قادر الفن يرمم الجروح؟ قد ايه قادر ولد مجروح من الظروف يعبر عبر الفن؟ هو مثل ما قلت لك بالاول، الفن هو غذاء الروح، هو علاج، بل هو علاج للروح. كيف؟ نحن انا بمجرد بعطي الورقه والقلم للصغير، انا شفتها لمستها بالاطفال وقت اللي كانه صغير اخذ كبايه وكب على الارض تكسرت، ظهر كل شيء جواته. بالزمانات هون البروغرام بميزون دار عم بيكون اكاديميك، يعني غير انه الحالات اللي تجيني المعالجه بالفن وارت ثيرابي وهيك، هلا صار مخصص هالفضاء انه بيجي هالصغير بده يرسم اللي بده اياه، لانه خاصه الطفل بقى اول ما بيجي بفوت على الرسم بيقول لك بس فيني ارسم اللي بدي اياه. دونك اوقات انا ما عفوا على المقاطعه، بس لانه جبتي هذه السيره بالتحديد، عم بتركز رسوماتهم على انفجارات او قتل او تكسير، شو عم بيرسموا؟ عم بيرسموا صور ما كانوا يرسموها قبل؟ كتير أنا عندي صور بحتفظ فيها، وأكيد أنا بحكي مع الأهالي، كونتاكت مع الأهالي، انفجارات، في عنف، في الكبت اللي هن كانوا فيه طوال هالفترة اللي كانوا بالبيت، لأن ما في طريقة من الأهل اللي هي مثل ما قلت لك تعيش الطفل شوي بأمان، لأن أوريدي الأهل مضغوطين. ففي كتير ناس ما عم بتلاقي الطريقة المناسبة والسليمة لحتى ابنها ما بيصيبوا شيء. ولا نعم بفضوها بهالرسم يعني. نعم فاطمة، أنا بدي أشكر إطلالتك معنا، فاطمة الأسعد فنانة تشكيلية، إن شاء الله الكل يتداوى عبر الفن، لأنه ما في أحلى أنه نتداوى بالفن ونعيش فن، هو سلاحنا الوحيد للتقدم نحو الأمام. أهلا وسهلا فيك فاطمة الأسعد فنانة تشكيلية. أصدقائنا المشاهدين، نحن منروح لبريك ونتابع.